وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، توفي صباح اليوم الاثنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن كما تتابعون مشاهدينا في العاجل أسفل الظاهر أسفل الشاشة، توفي صبيحة اليوم الاثنين نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صبيحة اليوم. إذن توفي الفريق أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 79 سنة. إذن كما تتابعون مشاهدينا في العاجل ظهر أسفل الشاشة، توفي صباح اليوم الفريق أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 80 سنة. إن لله وإنا إليه راجعون. ويبدو أن هناك خبر عاجل، حيث بلغنا اللحظة خبر وفاة قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بلغنا اللحظة خبر وفاة قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. هذا الخبر الذي نزل اللحظة وبلغنا اللحظة، بلغ قاعة تحرير، حيث بلغنا اللحظة خبر وفاة قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن مشاهدينا الكرام، أكيد مسيرة هذا